السلام عليكم، أهلا بكم وفيديو جديد من سلسلة فيديوهات حلول تقنية. في صندوق الوصف في الديسكريبشن أو في التعليقات تحت الفيديو هتلاقوا رابط عليه كل الفيديوهات المتعلقة بويندوز 10. في فيديو اليوم هنتعرف على طريقة إخفاء أقراص التخزين أو البارتيشنز الخاصة بالهارد ديسك. يلا نتابع الخطوات. أولا هدخل على This PC. هلاحظ هنا أن أنا عندي في الكمبيوتر الحالي في 2 بارتيشن، واحد خاص بنظام التشغيل ويندوز والتاني خاص بالبيانات أو الملفات الشخصية. الهدف من الفيديو هو أني أتعرف على طريقة إخفاء البارتيشن الخاص بالبيانات أو الملفات الشخصية. طبعا وارد يكون في بارتيشنز أكتر من كده كمان، يعني هنا في C D، ممكن يكون في حروف تانية كمان أو يكون في أكتر من هارد ديسك على جهاز الكمبيوتر. الطريقة هضغط رايت كليك على This PC Manage، أو هضغط رايت كليك ضغطة يمين الماوس على قائمة ستارت أو زر ستارت واختار منه كمبيوتر مانجمنت. في الكمبيوتر مانجمنت هختار ديسك مانجمنت، وهو المكان اللي ممكن منه أعمل إدارة للأقراص أو للهارد ديسكس. هلاحظ هنا إن أنا عندي ديسك زيرو، وده مكون من 3 بارتيشن، 2 منهم بس هم اللي ظاهرين في الكمبيوتر C و D. أما السيستم ريزيرف ده فيه بعض الملفات الخاصة بالنظام. علشان أخفي الداتا أو بارتيشن دي هضغط رايت كليك واختار تشينج درايف ليتر اند باث، طبعا هنا الحرف المخصص للبارتيشن الثاني وحرف الدي، هضغط عليه واختار ريموف واضغط يس وافتح مره ثانيه ديس بي سي. هلاقي الدي بارتيشن اختفى، طبعا هو بس اختفى لكن لسه موجود بكل البيانات اللي فيه. لو حبيت اظهره مره ثانيه هرجع للكمبيوتر مانجمنت، هضغط عليه ثاني رايت كليك، بعدين نفس الخيار Change Drive Letter، وبعدين المرة دي أضغط على Add واختار أي حرف وليكن حرف D واضغط OK. هرجع مرة تانية This PC، هعمل Refresh، هلاقي البارتيشن موجود بالملفات اللي فيه. دي كانت طريقة إخفاء البارتيشنز أو الأقراص في ويندوز 10. أتمنى كانت الخطوات سهلة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية.